ماشي، اتفضلي يا دكتورة عايش، كملي. تمام. ده يعني حتى لو مفيش هايبر تنشن لكن بدأ يبقى فيه بروتينوريا في الاوتوسوم البوليسيستيك دي، الاوتوسوم الدوميننت، انت بتبدأ علاج برضو بدري. تمام. وبرضو الموضوع ده عليه ديبيت شويه، بس يعني خلينا عارفين ان هو لا، بنبدأ علاج حتى لو مفيش هايبر تنشن بالاس انهيبيتور او الاربس، الاثنين زي بعض. بنبدا علاج مع البروتينوريا بيهم لحد ما نعمل تارجت بلاد بريشر تحت 130 80، الا لو العيان صغير قوي ممكن ننزل التارجت كمان عن كده، بس يكون جي اف ار بتاعه كويس قوي فوق ال 60. تمام. تمام. بالنسبه للاوتوسوم البوليسيستيك كيدني عامه بقى، انا مش عارفه هو هنا مش ذاكر قوي، لو يعني انا خدت منه خدت عليه شويه نوتس بسيطه ممكن بس نراجعها. يعني هو طبعا اللي هو رابع سبب للاند ستيج رينال ديزيز في اليو كي. تمام. الفازوبروسين لقوا ان هو السبب الرئيسي في الديتيريوريشن بتاع الكيدني فانكشن. هم دلوقتي اذا انت تحدد ان الواحد اللي هو البروسيستيك كيدني ديزيز ده، ازاي تحدد الديتيريوريشن بتاعته بحجم الكيدني؟ دلوقتي بيستعملوا موضوع حجم الكيدني، ان انت تقيس الكيدني وده اللي بيحدد اذا كان هو بيحصل له ديتيريوريشن ولا لا. حجم الكيدني ده لقوا انه بيعتمد بشكل اساسي على الفازوبريسين، ومن هنا جه اللي هو التولفا بتاعه. تمام. بيقول لك 50% من الناس اللي عندهم اوتوسوما دومينانت دول هيوصلوا للاند ستيج رينال فيلير عند سن 60 سنه. تمام. 80% منهم عندهم هايبرتنشن. زي ما قلنا بقى، قصه اللي هي البلاد بريشر دي والكلام ده، احنا يعني طبقا لدراسه جديده خلاص نزلوا التارجت للمريض الصغير اللي هو عنده الجي اف ار فوق ال 60. تمام. غير كده لا، احنا التارجت بتاعنا زي ما احنا عارفين، اي كرونيك كيدني، اي كرونيك ديزيز مع هايبر تنشن هنعالج عادي على 130 على 80. الفيتشر هو كاتب هنا الفيتشر اهي بتاع الاوتوسوم بوليسيستيك كيدني ديزيز، هايبر تنشن، ريكيرنت يو تي اي، ابدومينال بين، رينال ستون، هيماتوريا، كرونيك كيدني ديزيز. طبعا اكسترير انفيتيشن مهمه، بس هي يعني زي ما قلنا اهم حاجه، الاشهر حاجه ايه هي؟ الليفر سيست. موضوع ان السيست تبقى فيها مشكله في الليفر لا، يعني نادر جدا يبقى منها مشكله، لكن هي فايندنج موجوده. تمام. بيبقى في حاجه اسمها البري اورجانيزم، دي يعني 8% بس، نسبه قليله من البيشنت. الكارديو فاسكولار سيستم بالنسبه للكومبليكيشن او الاسوسيشن، احنا بنسميها اسوسيشن، الميترال فالفولابس، الترايكاسبيد ميترال انكومتنس، او الاورتيك روت ديليتيشن او الديسكشن. في بيبقى في سيست في كل الاورجنز، والسيست دي بتزيد جدا، بتنبه الفيميلز بالذات مع استخدام البروجسترون والاستروجين، خصوصا في الفيميلز يعني بتنبهها ان ده بيحصل. طبعا في مشاكل، وممكن يحصل كمان يعني كل ما تحصل بريجنانسي ليها كل ما هيبقى عندها، يعني هتدخل ممكن تدخل في كيدني فيلير بسرعه يعني. وبيبقى عندهم حاجه مالتيبل بريجنانسيز نفس بسبب نفس القصه، يعني بيبقى عندها سيست كتير في الاوفر يعني. تمام. طبعا الصور مهمه قوي بتاع البوليسيستيك، بتسأل فيها كتير، والسي تي بالذات، السي تي اللي بتبقى مش كورونا زي كده اللي هي التانيه. يعني السي تي دي مثلا واضحه جدا، لكن هما بيجيبوا السي تي التانيه اللي هي قطعه بقى الابدومين جايبه الكيدني من ورا. مهم طبعا الصور بتاعتها، هي دي واضحه قوي طبعا، الكورونا اللي سهله واضحه بالشكل ده. هيجيبوا دي اكيد. ايوه زي كده، دي طبعا اللي في كتني ورا دي سيستس، واللي في الليفر دي كمان في سيست اهو، وافتكر اللي دي بانكرياتيك سيست اللي قدام دي كمان، او لا ليفر، ليفت لوب ليفر. تمام. هو في سؤال للناس اللي دخلت معانا بارت 1 فات علينا في البوليسيستيك كيدني في الامتحان اعتقد. بوليسيستيك كيدني كان بيتهيألي في الاسوسيشن في الحاجات اللي هي بتاعت ماي فالف. في سؤال كده اثر رابشر انيوريزم، قال لك الانفستيجيشن بتاعته كان الالترا ساوند تقريبا. تمام. ماشي. تعديت منك يا دكتور حسن. لا انا ما عدتش اجيب سيرتي. اقعد افتكر اسئله في الامتحان كده، بقت عدوى مش كويسه على فكره. لا بالعكس، عشان احنا نستفيد كمان.
يا ريت تتذكروا كل ما يكون في سؤال تذكرونا فيه يعني. بس السؤال الأساسي تسمى البروسيستيك كيدني ده لازم يتسأل فيه. بس هو كان جاي برضو مش سالك، ما كانش جاي سهل كده يعني، ما كانش جاي واضح. والبرين برين سي تي او الام ار برين ده لازم واحده واحده في الامتحان يعني، لازم سبق قنيت بقى اديتوريال سب اديتوريال الكلام ده. ايوه صح. طيب السؤال كان جاي واحده تقريبا حد جالها او جايه بسب اركنود هيموريج، والمفروض ابنها او حد من السيبلينج هتعمل لهم انفستيجيشن ايه؟ بس ايوه بس انا الترا ساوند حاجه لفه اه، بس مش دايركت كويشن يعني. ايوه ده كان سؤال ابن حلال، ده يعتبر اصلا اللي كانت ده يعتبر سهل اه فعلا بالنسبه لبقيه الاسئله. يا الله ربنا يستر ان شاء الله بالتوفيق. طيب 65 سنه اند ستيج رينال فيلير بريزنتد تو رينال ديبارتمنت ويز تو هيستوري تو اور هيستوري abdominal pain و vomiting و fever. هي started على peritoneal basis 3 months ago والدنيا كويسة بتاعتها. On examination he has tender and rigid bowel sand absent pyrexia dialysis drain لأنه cloudy تمام. الكاسيتر لقى كويس الكلين dry مفيش erysematous حواليه. هو طبعا سحب بريتونيل فلويد سامبل عشان الميكروسكوبي والكالتشر. ايه الابروبريت مانجمنت؟ بريتونايت هي بريتونايتس اه، والسبب كده هو الايه الدايلس يعني مش حاجه داخليه مش حاجه من الانتست حاجه من بره. الانترا بريتونيال جنتامايسن الواحده صح تمام. هو الاول كان كده بس مش اول واحده يا دكتور حسن. احنا طبعا هنا ما عندناش اي مشكله في الانتستين. هو البريتونايتس اللي سبب الليفر فيلير او بسبب الانتستين بسبب رابشر فيسكاس بسبب اي حاجه في الناس اللي عندها كرونز ديزيز ده بريتونايتس بنتوقع فيه ان يكون فيه الانيوروب فبنضيف الميترونيدازول لازم مع برودو سبيكترم. لكن البروتونايتس اللي من الدياليسيس دي حاجه ثانيه خالص، دي حاجه من بره انت اكسجنال يعني اورجانيزم من بره فهيبقى يا اما بوزيتيف يا نيجاتيف ميكروب فبالتالي هتغطيه عادي زي ما بنغطي اي بوزيتيف ونيجاتيف. البوزيتيف السيفالوسبورنز طبعا بتغطي كل البوزيتيف مع جزء من النيجاتيف، وهنضيف بقى الايه جنتامايسين عشان نغطي الجزء اللي باقي من ايه من النيجاتيف. الاول كانوا بيديهم اي في دلوقتي لقوا ان هو نفس الافيكاسي لو حطوه في البروتينيوم فبالتالي بقوا يعملوه كده خالص تمام. السؤال ده جه في امتحان بس مش الامتحان بتاعنا، جه في امتحان اللي هو يا اما اللي قبلنا او اللي قبل قبله يعني حلوا في امتحان قبل كده السؤال اللي فات بتاع البروتونايتس ده يا دكتور عبد اللطيف. اه بس ما جلناش احنا، جه في امتحانات قبل كده حليته ببست بيبر. طبعا ممكن ادي انتروفينوس بس لو فيتال، لو في حاجه فيتال لو احنا ودخلنا في سيبسز وكده طبعا احنا ما بنستناش بقى ندي بروتونيل والكلام ده، بس احنا هنا الدنيا لسه. وطبعا لو فيتال احنا ما بنديش بقى، بندخل بقى في اللي هي الحاجات بتاعت الريزيستنس كمان، بندخل في اللي هو السالباكتين بقى واللي هم الحاجات بتاعت بنتوقع ان هي ستاف بقى ريزيستنت والكلام ده. طيب بريتونيتس امبورتنت بيكون كومبليكيشن اوف بريتونيال دايليسيس بوتنشالي فيتال ريبيتد انفيكشن ليد تو بريتونيال ممبرين فيلير اوف ان فورس بيشنت تو سويتش تو ايمونو دايليس ات از كوزد باي ديب اكستنشن اوف اكس سايت سايت انفيكشن اور باي بور اند نون ستيرايل دايليسيس تمام. Early antibiotic therapy is imperative. Empirical therapy should be started before microbiological results are available and should cover gram-negative and gram-positive organism. Ideally, this would be vancomycin with cephalosporin. Gentamicin or cephalosporin. Gentamicin or cephalosporin. Gram-positive. حاجه تغطي الجرام بوزيتيف فانكو يعني فانكو للناس الالرجيك للسيفيل تمام. م.
maternity وبين الكاتب younger patient عشان مش هيقدروا يفيزيت الهوسبيتال. ده يعني الانديكيشن ان احنا نعمل بروتين اساس. طبعا هنا في السعوديه المعظم خلاص على بروتين دياسيس، قليل جدا اللي بتلاقيه بيعمل عشان ما تضيعش وقته يعني، عشان يبقى بس لازم يبقى educated highly educated. صعب قوي هنا كل الناس تعالوا ثلاث مرات في بروتينايتس جليز نيجاتيف ستاف. الكومبليكيشن ممكن ايه هي اكتر حاجه البروتونايتس؟ تاني حاجه اللي هي السكلروجين دي بروتونايتس، ودي اللي هو زي ان انت بيحصل سيكنس كده في الـ في الـ في الابدومن طبعا، وهو يعني خلاص حاجه ما بتتعالجش يعني. دي من كتر الغسيل يعني، مش من ولا ايه؟ مش كاورجانيزم سكلروز. بتبقى ترصب طبقات بقى في الابدومن كده، و حاجة annoying عامه مش حاجة كويسة. هما بيعملوها مؤقتا لحد ما يحصل طبعا بين الترانسبلانت يبقى على الويتنج يعني. تمام. 79 year old man presented to his GP by bilateral lower limb swelling which had developed gradually over the past months. He had described back pain, widespread joint pain. The examination had macroglossia والبلس 90، البلد بريشر 160-95، اليورين فيه 4 بلس بروتين و 1 بلد. اللاب ريزلت بتاعته عنده انيميا، البايكارب قليله، اليوريا والكريات عاليين، الاي ال بي عالي، القلين فوسفاتيز عالي، بقيه الكيدني فانكشن الالبومين قليل. تمام. ننزل شويه. الكالسيوم شوية عالي، فوسفيت برضو شوية عالي. انت عملت ريفيرال للنيفروجست وعمل بينا البيوبسي، وضحت ان في نودولار جلوميرولونيفروزيس وامورفوس هيرالندوبسيت ان ذا جلومرول ايكوجنوريتد ستين بوزيتيف، طبعا اللي احنا لسه متكلمين فيه يعني. هنا كده ايه السبب، ايه الديزوردر اللي مسبب الموضوع ده؟ هي طبعا دي اميلويدوزيس. الاميلويدوزيس سببها هنا ايه؟ اللي هو نفس الطيب اللي احنا كنا لسه واخدينه، اللي هو السبب هنا ايه؟ الناس حد عنده اجابه؟ مايلوما. مايلوما. تمام. مايلوما. مايلوما. طبعا هنا في حاجات كتير، المالتيبل مايلوما العلامات بتاعتها زي الانيميا وزي الباك بين وزي الهايبر كالسيميا. ماكروغلوسيا ده من الاميلودوز، ده نتيجه للمالتيبل مايلوما مش من علامات المالتيبل. المالتيبل مايلوما اهم حاجه من ثلاث حاجات بتوعها اللي هو الهايبر كالسيميا والباك بين والانيميا. تمام. تمام صح. طبعا هو الديزيز اللي هو بيتكلم فيه اللي هو البلازما سيل ديكريزيس دوت، اللي هو ديزيز في البلازما سيل يعني، او في البيتا سيل، اللي هم ثلاث امراض الاشهر منهم يعني، المالتيبل مايلوما واللي هو الماكس، والتاني اللي هو اسمه ويلد ستورم، اسمه ويلد ستورم حاجه كده. المهم ان هم الثلاثه دول يعني هم البلازما سيل ديسكريزيس، دول كلهم بيسببوا النوع ده من المايلوم للاميلودوزيس اللي هو اسمه اي ال. في طبعا نوعين تانيين من الاميلودوزيس بيكونوا باسباب تانيه، اللي هو الاي اي الاميلودوزيس دوت بيكون من كرونيك انفلاماتوري كونديشن زي روماتيد ارثرايتس والانكيلوزنج والحاجات دي. وتالت نوع اللي هو الاخير اللي هو بيكون بسبب الكرايوجلوبيولينول. انزل كده هو هتلاقيه شارحهم الثلاث انواع. اخر واحد ده مع رينال دايلسيس اللي هو بيتا 2 مايكروجلوبين، ده الواحد بينساه دايما اللي هو البيتا 2. ده بيحصل مع الناس اللي عندهم دايلسيس، لو بيعملوا دايلسيس بيحصل حاجه اسمها ديبوزيشن للنوع ده من الاميلودوسيس يعني. التانيين اللي هم الاشهر اللي بنشوفهم اللي هو الاول واحد اللي هو معانا دلوقتي بيعمل دايما نفروتيك سندروم، تاني واحد اللي هو بيكون سكندري للتي بي او روماتويد ارثرايتس والدايلون البروجكتيسيس الحاجات دي. ورينا الانفولمنت برضو كومن فيتشر فيه.
طيب 58 سنة، باك جراوند تايب 2 دايابيتس ميليتس، بريزد تو جي بي ويز وورسنج بيدا القديمة، هي ريبورت هافينج بروسلي هاد لوس ويت والتريشن في الباول هابت في الباست 6 مانس، اكزامينيشن اون كيمبت، وعنده بيت القديمة للحد الصاي وعنده سكر القديمة، اللونج كلير كارديو اكزامينيشن اون ريماركبل والجي في بي نوت اليفيت. تمام. الابدومينال اكزامينيشن والديجيتال اكزامينيشن الريكتال اكزامينيشن كويسين. يورين ديب في بلس 3 بروتين اذروايز نيجاتيف، يعني ما فيش جلوكوز ما فيش اي حاجه ثانيه. في انيميا وعندنا بقيه اللاب كويسه، الام تي في كويس، عندنا بقيه اللاب تقريبا كلها، الالبوم من قليل جدا 18. تمام. يبقى عندنا القلب من قليل وفي انيميا. What is the most likely diagnosis؟ هيكون ايه السبب؟ وطبعا ده احنا هتضطر تشوف الاسباب كلها وتعمل اكسكلوجن يعني بسرعه للحاجات اللي لا مش ما تنفعش تكون هي، يعني مش هتكون سيروزس لان احنا عندنا بقيه الليفر فانكشن كويسه، وبعدين سيروزس في بعض الحاجات مش هيعمل لها اكسبلانيشن في النتيجه بتاعتي. بروتونوريا مثلا سيروزس هتعمل بروتونوريا ليه؟ تمام؟ بيقول لك بور نيوتريشن ستيت هايبو البومينيا بسبب كده، فطبعا ده برضو مش هيفسر ان بيحصل فيه بروتين في اليورين. تمام. دايابيتك كيدني ديزيز، طبعا هو ما قالش نو دايابيتس. تمام. تانية حاجه ان مفيش عندي اي جلوكوز في اليورين مثلا، مفيش اي مشاكل تانية، ومش هيفسر برضو بقيه الحاجات. طيب congestive heart cardiac failure، طبعا هو هنا قصد ان هو يقول لي السي في بي كويس، اللونج كلير، فالتاني congestive cardiac failure طبعا انت تتوقع هتبقى في مشاكل في الحاجات دي، هتلاقي السي في بي عالي، هتلاقي في لونج، في بلور افيوجن، فهي هتبقى اخر واحده عامه اللي هي membranous glomerulonephritis secondary to colorectal cancer. طبعا هو هنا موضوع changing bowel habits ده بيهتموا بيه جدا جدا في اليوكي على اي واحد اولد ايج، لان طبعا هناك الكانسر كله منتشر قوي. فاي حاجه تقول لك ويت لوس والتريشن باول هابتس في واحد فوق ال 40 زي الارم كده، لازم بيبقى عندك الارم من الموضوع ده، خصوصا ان في انيميا عندك كمان، فانت في حاجه في هنا في مشكله عندك. تمام. انيميا صح، ده مظبوط. وطبعا الممبرينس معروف ان واحد من اسبابه ان هو يكون في كانسر لانج او كولوريكت، تقريبا لانج او كولوريكت نشوف كاتبها تقريبا. طيب خلينا نشوف الديابيتك، بيقول ان هو ممكن تعمل فلويد اوفرلود وممكن تعمل بيدا القديمه، بس مش هتكسبلين البروتونوريا والهايبو البومينيميا. الكونجستيف زي ما قلنا ممكن تعمل فلويد اوفرلود، بس هتلاقي مفيش هايبو البومينيميا. كمان الالكوهوليك سيروزس نفس الكلام، انا حاسه الاكسكلوجن بتاعه مش حلو قوي، بس هو زي ما احنا قلنا كده هيبقى افضل يعني الاكسكلوجن بتاعنا يعني. تمام. بيقول لك كلينيكال فايندنج بقى والهيستوري سسبيشس للماليجنسي والممبرينس بيحصل سكندري للكولوريكتال كانسر. بيتكلم عن ممبرينس سيرد موست كومن كوز اوف اند ستيج رينال فيليا. احنا خدنا كده السيرد النهارده والفورس. تمام. الفورس قلنا اللي هو الاوتوسومال بوليسيستيك كيدني. الميكروسكوبي بتاعه عباره عن سكند اللي هي عباره عن سبايك والدوم اللي هو 6 سب انتوسيلين على الدنس دوبسيت، بتعمل شكل اللي هو السبايك اند دوم. ايه الكوزس؟ اول حاجه الايديوباثيك اللي هو الانتي فوسفوليبيز اي 2 انتي بوديز، او انفكشس الهيباتايتس والملاريا والسيفاليس. دايما ميمبرينس مع اي حد بنفحص له الهيباتايتس بي، اي بيشنت، وطبعا ميمبرينس بيجي في يونج ايج، فممكن يجي لي في عيان 30 و40 والكلام ده، لازم نفحص الهيباتيتس بي مع اي حد يجي له من برينوس. ممكن يكون سببه مالجنسي لونج كانسر او ليمفوما او ليوكيميا. طبعا هنا اللي هو المريض اللي عندنا ده كولوريكتال. دراجز زي الجولد والبنسلامين والان سيت. الاوتو اميون زي سيستميك لوبوس، ده من كلاس 4 بيحصل معاها زي ما الدكتوره تفسير في السبدول، السيرودايتس والروماتويد. تمام. مانجمنت بنعمل ايه؟ لازم ندي اس انهبيتور وعشان نوقف البروتينوريا، لكن هو الديزيز عامه بيسبسايد
تلت من الناس من غير ما تديهم اي حاجه يحصل سبونتينيوس ريميشن، لكن انا بدي الايس عشان نوقف شويه البروتينوريا وعشان لو في هايبرتنشن ولا حاجه معاهم، بدي اميونو سبريشن في حاله لو حصل سيفير او بروجريشن للديزيز، يعني اما يكون الدنيا ماشيه بسرعه وطبعا بيبقى بطيء الممبرينس، اما يكون ماشي بسرعه او يكون يعني وصل بقى بروجريشن انه بدا يحصل بقى امبيرمنت جام في الرينال فانكشن. ايه اللي بديه؟ بدي ستيرويد ولازم معاه نوع تاني، لقوا ان الستيرويد لوحدها مش كافيه ابدا، النوع التاني ده بيكون في الغالب سايكلوفوسفامايد. ممكن ندي انتيكواجلانت، طبعا اي بروتينوريا عامه لازم تكونسيدر انتيكواجلانت عشان اي بروتينوريا بتبقى بريسومبوتيك، لان احنا بننزل اللي هو البروتين سي اللي هو انتي كواجيليشن، فبالتالي المريض بيبقى عنده عرضه دايما ان بيحصل جلطات يعني. فاي حد نفروتك بديله في الغالب على طول اللي هي جرعه الهيبرين اللي هي بتبقى اسمها ايه يعني للوقايه يعني مش علاجيه. البروجنوزيس زي ما قلنا واحد تلت هيخف لوحده، تلت هيفضل بروتينوريك طول عمره، وتلت هيوصل لاند ستيج اصلا رينال فيلير. تمام. ايه الجود بروجنوستيك فيتشر؟ مهمه سيل كتير قوي، في ميل ويونج ايج واسيمبتوماتيك بروتينوريا او بروتينوريا بسيطه ساعه الايه البريزنتيشن. طبعا عكس كده هيبقى ايه ورس بروجنوز، ان انا ابقى الاقي ميل الاقي في الاولد ايج زي الراجل اللي معانا ده، الاقي ان عنده بروتونيريا هيفي مجرد ما دايجنوست، الاقي عنده سيمتومز اصلا في البرزنتيشن بتاعته، ده كله هيقول ان ده في مشكله كبيره، يعني ممكن يحصل اند ستيج رينال فيلير فعلا. ده الدوم سبايك ابيرنس اللي هو بتاع الالكترون مايكروسكوب. سبايكس. لا انا بس لو حد يعرفها كده يقولها لنا بالمره. النوع دي اللي هي السبايكس، الشرط دي هي السبايكس. ده البيز ميتال المنصه انا حاساها يعني عامله تحت كده بالذات، واضح ان هي عامله زي ما تكون مخططها فعلا يعني تحت كده الجزء اللي تحت ده خالص. شاور كده عليها يا دكتور حسن. فين؟ هنا؟ الحته الجزء اللي تحت خالص في اخر جلوميرولي تحت ده يا دكتور حسن، تحس ان هو فعلا زي ما تكون متشرطه كده. يعني امشي كده بالسهم في تحت كده على الممبرين، هتلاقي في شرط شوطه جنب بعضها كده محوطه للفراغ ده. هو الاسود ده كله البيزمنت ممبرين، وده البيزمنت ممبرين. هو ده السبايك، اي واحده فيهم الحته الصغيره. ايوه كل ده أيوة سبايك تمام. كل دي كل سبايك، كل ده دي تحت اللي دكتورة عائشة بتقول عليها واضحة فعلا، دي أوضح أيوة حاجة أيوة. وده كله الفيلنج ديفكت ده هي سبايك كله تمام. بس هو ده السؤال الرابع ولا الخامس؟ مش عارف. إيه لا ده الخامس. شكرا يا دكتورة عائشة. لا الرابع دكتور حسن. الرابع؟ تسعة. طيب 65 سنة عنده لونج ستاندنج هايبرتنشن، بياخد انالبريل ودايوريتك، بريزنتد بالرايت فلانك بين وتمبريتشر 39 نورمال تمبريتشر وبلاد بريشر 145 95. اكزامينيشن في تندرنس في الرايت كوستو فيرتبرال انجل بايلاترال انلارجد كيدني بالاكزامينيشن، بس مش عارف ازاي تجيبوا انلارجد كيدني بالاكزامينيشن صراحه. يورين ديبستيك نوتد مايكرو هيماتوري. تمام. ايه الابروبريت نيكست ستيب؟ احنا كده متوقعين ايه بالبرزنتيشن دي؟ بروسيست الكيدني عشان الانراج كيدني بس، يعني هي كلمه انراج كيدني بصراحه اللي بتتشكل في الموضوع يعني. هنعمل ايه؟ طبعا دايجنوز على طول البروسيليا جات لكم في الامتحان ده صح؟ نعمل السر صح تمام. حد بيعرف يجيب البالبيشن فعلا بكدني؟ يعني ممكن تحس الكدني بايدك؟ لا
جاليها حد جات معاه قبل كده؟ اصل الواحد حاسس ليفر كتير، سبيرون ميجلا كتير، لكن كدني يعني احيانا كدني فعلا بتبقى كبيره قوي في الالترا ساوند، بس يعني ان انا اجيبها بايزي دي، اصل سيست مثلا حاجه سيستك يعني، فتحسها ازاي؟ بس ليها طريقة أو ليها في حاجة صف أسطر ليها في حاجة طريقة طبعا تعلمها الواحد بيحاول يتعلمها كتير، بس حتى الواحد لو دخل امتحان يعني في بوليسيستك وقال له هات لي بلبشن كدني، انا متخيلها وهم يعني، بما ان الواحد داخل على امتحان العملي يعني. ربنا يوفقك إن شاء الله. هم قافلين للأسف دكتور حسن، اترفضت من كل الأماكن. طب لو سافرت بقى وخلاص بقى، لو واحد مستعجل سافر ممكن ولا ايه؟ لا مانعين اليوكي، مانعين من بره، واقفين اليوكي من اول الكورونا، ممكن عشان الكورونا. واقفين البيس. انت عندك وقت يا دكتورة عايشة؟ يعني لسه في مجال ولا يعني قربتي؟ ايه؟ انت لسه في التايم فريم حقهم يعني اللي هو لسه 7 years صح؟ يعني عندك وقت يعني عشان تدخلي على لا لا، انا البيت. لسه مخلصه اصلا السكن، بس الواحد عارف كويس. طيب انا شايف لسه انهم عاملين مخلصه يا دوب اكستنشن كام حاليا، شهر. عاملين اكستنشن لكل اللي هم قدموا، ما كانوا لاقين هو طريقه في لسه حاطين اكستنشن لي يعني. الابلكيشن على السيستم اصلا، بس هم رفضوا عامه، قال لك على الويتنج بالنسبه للاماكن اللي قدمت فيها اللي هي سريلانكا وباكستان والقصص دي، لكن بالنسبه لليوكيرا في رفض تام يعني. اوكي. جربي في افريقيا، في انا ما بعرف بس بتذكر انه في اغلبيه الناس بيمشوا على مش كينيا، اثيوبيا، كينيا كينيا. ايوه ومالطا، قدمت فيهم كينيا كلهم وسنترال افريقيا. سنترال افريقيا كمان في لا فرص السنة. حلوه. هو بص، هو اللي فتح المرة دي هم 5 أماكن بالعدد في العالم كله، فطبعا الكومبيتيشن عالي جدا عليهم، وبعدين وبقاله سنة ونص قافل البيسس، فبالتالي كل الناس مستنية أصلا يعني. عدد كبير. بس السنة ونص دي بتتحسب يا دكتورة من الوقت، من ال7 سنين ولا بيبقى فيه اكستنشن؟ اكيد موضوع واحد كورونا ده يعملوا اي حاجه يعني فيه، بس هو عامه هو بين فيرست، من نتيجه الفيرست بتاعتك 7 سنين 7 سنين وحاليا عاملين اكستنشن. هما كده تقريبا يعني. السنة اعملوا اللي فاتت عاملين اذا كان اكستنشن الاو يعني. اي تي نفسه، الناس اللي خدت بلاب، خدت بلاب وما عرفتش تدخل عشان الاو اي تي، مدوا الاو اي تي 3 سنين، الانجليش تيست يعني، مدوه 3 سنين بدل 2 سنين عشان برضو ظروف الكورونا. تمام. يلا بالتوفيق ان شاء الله دكتور عائشة. امين وياكم. طيب انا كده خلصت، اتفضل. بتفضلي دكتورة ميادة بقى. انا اوكي. طيب 32 years old female presented by generalized maculopapular rash combined with fever and lower back pain. طيب noted swelling in both her leg. عندها swelling في ال two legs and she has been seen by GP 3 weeks ago. Was given amoxicillin for chest infection as urine analysis was carried out and the result is showing below. طيب احنا لقينا في اليورين لايسز البلود في 3 كروس، وعندنا 3 كروس للوايت اللي هي مينلي ايزونوفيليا، ونو اورجانيزم سين. الجلوكوز النيتريت ما في. طيب الهيموجلوبين الام سي في اوكي، الهيموجلوبين يعني شويه لو. البليتليس التوتال 9.2 كويس. طيب تقريبا الحاله ظاهره صح انه ايزونوفيليا وبياخد في اموكسيسيلين وجابي سويلين يعني. دي بتاعت ايه بقى اللي كان بياخد اموكسيسيلين والايزينوفيل؟ اللي هو بتاعت ايه؟ يبقى طيب النايتريت انا عايز الدايجنوستيك. نيجاتيف. سيشن نفرايتس بالظبط. ايوه صح. طيب بالنسبة للأكيوت انترستيشن نفرايتس، طيب هي قالك إنه هي one of the causes of acute kidney injury is brought on by hypersensitivity reaction type 4 اللي هو بيحصل عندنا هنا إحنا type 4 تي سي من تي سيل ميديت. الميديكيشن اللي ممكن هي تأثر اللي هو تقريبا including الانتيبيوتيك زي البنسلين والسيفالوسبورين والسايك والسيبروفلاكسين والريفامبيسين.
دي الانتيبيوتيك اللي بتأثر. بالإضافة كمان عندنا الانسيد والالوبرينول والفروسامايد. طيب قال لك ان الكونديشن هنا it's often asymptomatic and can be found in the presence of normal renal function. يعني ممكن ان الفانكشن ما تتأثر. الفيفر presenting complain in up to one third of the causes as well as acute kidney injury shown here. Condition can cause ممكن يسبب hyperkalemia وممكن يعمل metabolic acidosis. طيب احنا كمان عندنا other causes غير الدراكس وغير ال غير ال عندنا غير الدراكس في causes اللي هو الانفكشن ممكن زي اللوجينيلا والسيتوميجالوفيروس والستريبتوكوكال. كمان عندنا ساكرويدوزس well over the other causes are idiopathic. طيب احنا هنعرف انه ايش بوجود الإزينوفيليا في اليورين لايسيس هي طبعا اكبر انديكيشن على النفرايتس. هي السنسيفيتي بتاعتها بتكون 67% والسبيسيفيتي بتكون 83%. الانيميا ان بيشنت وذ نفرتيك بيكتشر اسوسييتد وذ اكسبانشن اوف اكسترا سيلولار فلويد فوليوم. ده عشان البيشن بيكون اديميتس فعشان كده بيحصل عندنا اللي هو البيكتشرز بتاعت الانيميا يعني. The white cell and platelet count tend to remain the normal range, although occasionally the white cell count can raise or mild thrombocytopenia can develop. Okay, يعني في كمان اللي هو possibility إنه يحصل thrombocytopenia. طيب إحنا قلنا إنه causes. بس نرجع شوي دكتور حسن فوق. اوكي. قلنا انه كل ال مش كل سوري قلنا انه الانتيبيوتكس اللي هو البنسلين منها والسيفالوسبورين والسايكلوسبورين والريفامبيسين والانسيد والاربرونول فورسامايد. ويلا من السيستميك ديزيز كمان عندنا الاس ال اي والساكرايدوزز والستورجن سيندروم. الانفكشن هنا قلنا انه في هانتا فيروس وفوق قلنا انه في لوجينيلا صح وفي الستافيلوكوكاي وسايتوميجالوفيروس. طيب بالنسبه للباثوفيزيولوجي الهيستولوجي بيكون في ماركت انترستيشيال ايديما وانترستيف انفلتريشن فور كونكتيف تيشو بين بتوين الرينال تيبيولز. دي طبعا حيكون ده بس ده في الهيستوباثولوجي. يعني انت في الهيستولوجي هتشوف انه في انفلتريشن مع الكونكتيف اللي هي بتكون بين الرينال تيبيولز. يعني طب عندنا الفيتشر بيكون في فيبر وراش وارثليجيا وزينوفيليا مايل رينال امبيرمنت وممكن تكون نورمال تقريبا. هو قال انه ممكن وممكن تكون نورمال يعني. وعندنا هايبرتنشن الانفستيجيشن حيكون في سترايلا بايوريا و وايلد سيل كاست. طيب احنا عندنا التيوبولو انترستيشن نفرايتس وذ يوفايتس. بتحصل دائما بتحصل في الفيميل وسيمبتومز بتكون فيها فيفر. البيشنت ممكن يجي بفيفر وويت لوس وبينفول ريد اي. اوكي هي تقريبا عندها سندروم بس يعني انا ما متذكر اسمها. بس كانت يعني جامعة اللي هي التيوبر انستيشن ومعها اليوفايتس. اليورين لايسيس is positive for leukocyte and protein. هنلاقي فيها البوزيتيف for leukocyte والبروتين كمان. طيب هنا كمان سؤال. 53 years old male جابي acute primary precutaneous coronary intervention call after sudden onset chest pain of the onset 3 hours ago. طيب هو جاي acute يعني BCI after BCI و 3 hours ago وكان عنده nausea vomiting and profuse sweating. ال ECG ان ambulance demonstrate كان عنده ST elevation في V2 ل V5 يعني anterior lateral. خلينا نقول his past medical history include hypertension type 2 DM
وكرونيك كيدني ديسيز الكرياتينين بيز لاين كان 170. At the renal clinic 2 months ago, he's taken straight to the cardiac catheter laboratory when he's undergo angioplasty and single drug eluting stent to his left anterior, اللي هو في اللات. On examination, he's pain free, warm, briefly without respiratory distress. Capillary fill time is less than 2 seconds. Jugular venous can 3 centimeters, اللي هو JVB, angle of Lewis, and heart sound are remarkable. Post produced transthoracic echo. لقى عنده left. أيوة LV اللي هو left ventricular impairment with no valve abnormality. طيب بعد 24 ساعة after admission the blood test كان عندنا الهيموغلوبين low, التوتال slightly high, البلاتليس okay, الصوديوم البوتاسيوم اليو. طيب عندنا الكرياتينين 254 والتروبينين اللي هو هاي, عندنا هاي تروبينين وهاي كرياتين. هنا عايز الموست وكان بيقول ايوه هنا عايز وكان فوق ايه اللي كان كرياتين البيز لاين كان 170 170 من شهرين بالظبط. طيب هنا ال 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 نشوف ال السؤال انه هو عايز الموست ابروبريت نيكست ستيب in addition to optimization of hydration status. طيب السؤال الاستاتين السيستين ده بتهيألي كان مع الهايدريشن بتهيألي ليه؟ هو تقريبا هو اوريدي عنده سي كي دي صح؟ وعمل ممكن عمل بي سي اي ممكن من الانجيو يعني حصل له حاجه حصل له انجر يعني عشان كده بيقول هيدريشن. ما هو عمل بي سي اي معناها اكيد حيكون في صبغه صح؟ انا اعتقد يعني هي بتبقى مجرد مونيتور يعني نعمل هيدريشن ونعمل مونيتور بس صح. اللي هو احنا عندنا حيكون السبب الكونتراست اللي هو الكونتراست انديوسينج بتتعدل لوحدها. فهو حاليا تقريبا هو بيقول انه دائما انه بيشنت شود ريسيف يعني بالنسبه بالذات للميشن السي كي دي انه شود ريسيف الفلويد 24 اور بيفور البروسيدرز وبعدين افتر 12 ساعه قبل 12 ساعه بعد. بس بتهيألي كان ده كان زمان بيستخدموه يمكن وما عادوش بيستخدموه عشان كده اتلخبطت انا فيه. لا ما كان ايوه صح ما كان ما كان فيه بس حاليا ما عليه هو يعني ما في يعني ما في بروف يعني للستاديز او لل هو حتى كمان كان في البايكارب كمان واحده من الميديكيشن كانوا بيستخدموها كمان البايكارب بس برضه كمان ما عليها يعني حاجات غريبة كده فعلا كان ممكن يدي من طول بعد ما العيان يخرج بس هو الأساس دلوقتي هو فلويد بس العيان بيخرج بالسبب بديله شوية فلويد أسيبه عندي شوية أديله فلويد بس ده المثبت حاليا. الحاجات التانية بتاعتي كانوا بيستخدموها وما عادوش بيستخدموها الحاجات التانية خلاص يعني في الوقت قريب أوي في مصر كان لسه بيستخدموا حاجات غريبة كده. طيب احنا حنشوف الاكسبلينيشن هنا فقال لك انه البيشنت نو انديكيشن فور اكيوت رينال ريبليسمنت ثيرابي ذير از ليتل سجست انه البيشنت هاز سيجنيفيكانت كرونيك ديتيريوريشن اوف رينال فانكشن سينس هيز لاست رينال ابوينتمنت يعني من 170 ل 254 وبيقول لك انه هي ليتل سجست. The main consideration here is that it's just received significant amount of contrast during the BCI.